عند نصب الحرية وسط بغداد، تظاهر عشرات آلاف العراقيين نصرة لشعب فلسطين واحتجاجا على تنامي ما سموه العدوان الإسرائيلي وتنامي الغارات الجوية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل وخراب وتدمير. هذه التظاهرة التي خرج بها اليوم عدد كبير من أبناء الشعب العراقي ومن مختلف المحافظات العراقية هي رسالة واضحة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك إدانة كل عدوان بحق الأبرياء على في غزة وفي كافة المدن في فلسطين، وكذلك ضرورة كسرة القضية القدس. أضرم المتظاهرون النار في أعلام إسرائيل والولايات المتحدة، منددين بمواقف الدول الغربية الخجولة على حد وصفهم أزاء تنامي القصف على المدنيين في غزة، مطالبين المنظمات الدولية ومنها مجلس الأمن بلعب دور أكبر في حفظ السلم والأمن الدوليين. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات اليوم من قصف، من انتهاكات لحقوق الإنسان، ما هو إلا جزء بسيط من ممارسات هذا النظام الدخيل على المنطقة. وواضح جدا الموقف الأمريكي وتأثيراته وضغوطه اللي مارسها من أجل عدم إعطاء الحق للشعب الفلسطيني في محنته التي يعيشها اليوم. الهتافات والشعارات والخطابات التي شهدتها مظاهرات بغداد كلها حملت معاني الغضب والاستنكار للهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل على مدن فلسطينية، والتي أخذت طابع الثأر من حماس وكتائب القسام. رسائل تضامنية نقلتها الجماهير العراقية في هذه التظاهرة الحاشدة، وذلك بسبب ارتفاع الخسائر المادية والبشرية في قطاع غزة بعد تصاعد القصف الإسرائيلي. من بغداد، محمد حميد، CGTN العربية.